أبدأ بقول محدم من قبل قايل واكتبه للغالية ست الحساني بنت عايض مرتبتها في الأوايل شيخة ما يشبه قصي وداني أبدأ بقول محدم من قبل قايل واكتبه للغالية الحساني بنت عايض مرتبتها في الأوايل شيخة ما يشبه قصي وداني هي منيرة النادرة بين القبايل والوحيدة حسنها فوق الحساني يا الأصيلة من أصيلة الأصايل الكرم بنت الكرم عز وشاني لو لشل يا صفايا بالمحافل واعزف العزف ما يعزف هداني وانت رن الورد تحت قدم شوايل لو ناصرك زلب يتل معاني من العود لعيونه سوايل من بخور الطيب بخرنا المكاني اختلق ود الكرام اختل صايل من لهم بالطيب كل عز وشان طيبهم ما شبه بين القبايل للكرم تسح بماطرها جناني نسل عايض دومهم فعل الجمايل للكرم والطيب على مر الزمان رحمة الله توصل مثل الخمايل جنة الفردوس لوحر حساني والصلاة تخشى النبي والصلاة تخشى النبي من كل قايل شافع عن الخلق قاصيهم وداني هبدأ بقول محدم من قبل قايل واكتب للغالية ست الحساني بنت عايض مرتبتها في الأوايل شيخة ما يشبه قصي وداني هي منيرة النادرة بين القبايل والوحيدة حسنها فوق الحساني يا الأصيلة من أصيلة الأصايل الكرم بنت الكرم عز وشاني شل يا صبايا بالمحافل واعزف العزف ما يعزف هداني وانت رن الورد تحت قدم شوايل لما ناصرك زلب يتل معاني اخر ان العود لعيونه سوايل من بخور الطيب بخرنا المكاني اختلق ود الكرام اختل صايل من لهم بالطيب كل عز وشان طيبهم ما لا شبه بين القبايل للكرم تسرح بماطرها جناني نسل عايض دومهم فعل الجمايل للكرم والطب على مر الزمان رحمة الله توصل مثل الخمايل جنة الفردوس لوحر حساني والصلاة تخشى النبي من كل قايل شافع للخلق قاصيهم وداني والصلاة تخشى النبي من كل قايل شافع للخلق قاصيهم وداني تراحيب تقاعد